رضا الدعموري مدير مهرجان فدان عربي المسرح، ما هي مميزات مسرح فتسان؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدورة السابعة من مهرجان فدان العربي للمسرح هي بمثابة تأكيد الاستمرارية في تنظيم المهرجان في دوراته السبع، وهي تأكيدا على انفتاح المهرجان على المستوى العربي، وخصت هذا العام الاحتفال بالجمهورية مصر العربية احتفالا بها يوم الافتتاح ان شاء الله، وتقديم عرض مسرحي من جمهورية مصر العربية. وكتميز الدورة بتكريم مجموعة من الأسماء الفنية اللي عطات واحد أكدت عطات يعني واحد القوة، واحد العمل الفني المسرحي في المستوى الوطني والمستوى العربي، اللي هو الأستاذ بوسرحان الزيتوني والأستاذ الفنان عبد الرحيم منياري. وكل دورة عندهم كيكون فيها واحد تكريم واحد الوجه محلي يعني. وهذه الدورة اخترنا إن شاء الله الأستاذ مدير المعهد الوطني للفنون الجميلة المهدي الزواق، التكريم ديالو إن شاء الله حتى هو في يوم الافتتاح. وكتميز هذه الدورة بمجموعة من العروض الاحترافية على المستوى الوطني، ممكن مسرح كاين من جرادة، كاين من الدربيضة، كاين من مدينة سبتة، مسرحية للطفل من مدينة سبتة تقدم إن شاء الله في هذا المهرجان. يعني كاين واحد التنوع ما بين العروض على العمل المسرحي، يعني من ناحية المدارس المسرحية واحد التنوع اللي عاد تشملوا عاد تميز به الدورة إن شاء الله. شكرا.